بونجور بونجور لي زامي، جيسبر كو فوزالي بيان، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير، اي جيسبر تكونوا ماشي مزيانين مع الكونفينمون وماشي مزيانين مع رمضان. ميرسي بوكو الناس اللي كيتبعوا انترفيو كونفيني، سي فغي الكوميونيتي ديالنا باقا صغيره، سي فغي العدد المشاهدات باقي صغير، مي سي با غاف. اهم حاجه هو انني كنعمل واحد الحاجه اللي كتعجبني، واحد الحاجه اللي كتعجب واخا واحد العدد صغير الناس، مي سي با غاف. وميرسي بزاف من الناس اللي كيقبلوا انهم يطلعوا معايا في هذا لو كادر هذا. الا لاحظتوا الضيوف كاملين ناس محترمين جدا، الناس اللي كل واحد متفوق في المجال ديالو وقبلوا انهم يطلعوا معايا في هذا لو كادر هذا. دونك هذا كيعني ان الحمد لله الكونتوني ديالنا نقي والناس كيبغيو انهم يطلعوا فيه. بلا ما نطول عليكم، الضيف ديال اليوم هو من تطوان، فنان شامل، كيغني كيكتب كيلحن كيوزع، ونعم سيدي بوغوس، يا سيدي بوغوس. وعنده واحد شعر ما كاينش شي فنان مغربي عنده بحال ديك الشعر، واخا اليوم مغطيه علينا. علاش يا سيدي مغطيه علينا؟ علاش ما بقى خاطر الشعر؟ متى صافا كلشي مزيان؟ السلام عليكم بخالي، تبارك الله عليك. وهذا البرنامج هذا انا شفت بزاف الحلقات منه، كيف ما قلتي المهم هو المحتوى، وبما ان احنا كنكونوا مقتنعين بالشيء اللي كنقدموه فكل حاجه كتجي من بعد، ماشي شرط ان كل شيء كيجي في الاول. كاين بزاف البدايات كتكون عظيمه مي كتسالى دغيا، وبزاف البدايات كتكون درجه والنهايه ديالها كتكون كبيره، فكنتمنى تكون تحقق النجاح اللي كتمناه ان شاء الله، وهذا اللقاء هذا يجي عند الناس خفيف وظريف. امين 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 سيغمون يكون خفيف وظريف على الناس. قبل ما نبداو الحوار ديالنا، واحد التحيه كبيره للناس ديال تطوان والمنطقه ديال مرتي الفنيداق المضياق، حيتاش هذه مده ما تسجلت عندهم حتى حاله ديال الناس اللي مصابين بكورونا، وهذا كيعني بان الناس راه ملتزمين، الناس عاملين الحجر الصحي بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. دونك تحيه ليكم كاملين، وكنقول لكم برافو. هو اخبار بحال هذا كيطمن بالحق، ما كيفرحش بزاف، لان احنا خصنا التزام كامل، وما غنقدروش نحققوا هذا الالتزام الكامل في البلاد كامله، لان ما كاينش شي دوله حققت الالتزام كامل. ولكن هذا كيطمن، وهو باقي لحد الان 9 الحالات تقريبا في المستشفى، 2 أو 3 من تطوان والبقيه من المدن المجاوره، وكنتمنوا هذا الشيء هذا يعم على المغرب كامل ان شاء الله، ونتجاوزوا هذه المحنه باذن الله عن قريب يا رب العالمين. امين امين يا ربي. معتز، كيفاش دوزتي هاد الشهرين ديال الكونفينمون؟ ارتحتي؟ عدلتي شي شهيوات؟ غلطتي؟ ضعفتي؟ كيف دوزتي هاد شهرين؟ انا الصراحه بديت قبل شهرين، بديت لان عرفت باللي الحجر الصحي ماجي في الطريق، كنت عارفه، وخصوصا اني كنت مسافر بزاف، وفي الوقت اللي كان دول اخرى كامله فيها الفيروس منتشر، انا يمكن تلاقيت جنسيات مختلفه انا في المغرب، تلاقيت صحاب وناس جاوا من على برا، فملي عرفت الامور سخنت وعرفت بلي احنا قربنا لهذاك الحجر الصحي، انا احجرت راسي قبل، يعني قبل كان واحد 10 ايام ولا 12 يوم تقريبا بقيت غير في الدار، عاد قرر الحجر الصحي اللي تفرض علينا في المغرب، يعني انا شهرين ونص قريب نوصل 3 شهور ان شاء الله. وملي بديت صراحه في الاول جاتني صعيبه وبزاف الافكار ماشي ساهلين طاحوا لي على راسي، بزاف السيناريوهات، ما غنقول لك شي سيناريوهات ورديين، ولكن خايبين في البدايه، كانوا خايبين بزاف. يمكن الشهر الاول مشات لي الشهيه لاي حاجه عندها علاقه بالفن، حتى الموسيقى ما كنتش كنسمع، هذا في الشهر الاول ما عنديش الرغبه اني لا نسمع الموسيقى ولا نتفرج في السهرات، كيف ما كنت لقاءات حواريه ما قدرتش نعمر الوقت بهذا الشيء، معمر الوقت بافكار سوداويه. الشهر الثاني عاد بديت كنولف مع مدخل سيدنا رمضان، عجبتني الاجواء، ولكن قلتي لي واش ارتحت؟ انا مش ارتحت، انا طبت، انا فوت الراحه بشويه، يعني صافي ما راسي عيا بالراحه، الجسد ديالي عيا بالراحه، بغيت نضرب تماره، اللي
نديروا هذا. انا واحد من ديك الناس اللي ما كتجيش معايا الراحه، ولكن هاي جات شويه معايا، زدت شويه، زدت شويه في الوزن، واحد شويه ماشي بزاف. اعطيني شويه، اعطيني شويه معتز، اعطيني شويه. واش غادي نقول لك انت؟ واخا شي حد كياكل معاك، انا كناكل غير بوحدي. انا غير كناكل بوحدي، حتى شي حد كيشارك في الماكله والله. ايوا تبارك الله عليك معتز، كما قلتي الانسان اللي مسانس، الانسان اللي مسانس كيتحرك كيخرج كيسافر. نتوما الفنانه بحكم يعني المهنه ديالكم كتكون عندك حفله هنا، كتسافر هنا، كيكون عندك انترفيو هنا، دونك الحركه كتكون كثيره. دونك باش انك تجلس في الدار صعيبه شويه، ولكن كوم ميم شكون كان كيقول دابا شهرين وحنا جالسين في الديور ديالنا، الا خرجنا كنخرجوا على شي حاجه اللي هي فريمون اساسيه، وكتخرج مستريسي، خصك تخرج تقضي الغرض ديالك وترجع. صح، صح. ما قال حتى شي واحد. هي هذه اللي خصنا نقولوا من دابا الفوق، ملي نقولوا ان شاء الله نقولوها وحنا كنقصدوا ان شاء الله ديال بصح. انا بزاف المرات كنا في القرار ديالنا كنقولوا ان شاء الله، كنقولوها ولكن حيت تعودنا نقولوها. مي دابا هاد ان شاء الله اللي غتقال من دابا الفوق غتقال وغتعنى مزيان، لان الدليل انه شكون كان كيقول ان احنا شهرين نجلسوا في الدار، وكان عندنا بزاف البروغرامات خصنا نعملوهم. بالضبط كما قلت قبيله يا معتز في المقدمه، انت تبارك الله عليك صوت رائع، وكتكتب وكتلحن، دونك في هاد شهرين واش هتخرج لنا بشي جديد ولا والو؟ والصراحه شوف، باش ما نكونش كذاب، انا ما فكرتش بزاف الجديد، لان ما عرفش انا مورا هاد الفتره هادي كيفاش غتكون الاجواء، فهمتي؟ ما فكرتش بزاف. مي البارح على طاولة الفطور قلت للوالده، قلت لها انا غادي نوجد شي افكار. يلا هاد المده هادي كامله اللي فاتت دابا عاد وصلت لواحد القناعه اني خصني نبدا نوجد افكار. مي كانوا عندي شي حاجه قبل في الاستوديو كاينين، باقي ما مكملين شي. اللي قدرت نعمل انا في هذا الحجر الصحي هو انا ملي كنكون كنهضر مع الاصدقاء ديالي في الواتساب وهذا، كاني قدرت ننفذ واحد الفكره كنت شحال هذه غادي ننفذها، يمكن في التلفزيون او في الويب. اليوم جات اني ننفذها في الانستغرام، هي الصحبه الحلوه، هو واحد البرنامج صغير، هي الحاجه الوحيده اللي قدرت نفكر وننفذ، ولقيت فيها واحد المتنفس اللي من خلاله ارتحت شويه، وبقيت كنسى نتابع الاخبار ونشوف شحال الوفيات وشحال المصابين في هنا وهنا وهنا وهنا، فقدرت نبعد على هذا العالم من خلال الصحبه الحلوه، هو اللي قدرت نفذ لحد الان. وانا بعدا كنهنئك على هذه الفكره هذه، سورتو انت عامل عاود واحد الكونسيبت مختلف. سي فري هو انترفيو، مي ديك انترفيو دقه سؤال جواب، ماشي بحالي انا كنطول في الهضره بزاف اصاحبي، كنطول في الهضره كلها وكونسيبتو. معتز انا ارجع معك شويه اللور. تينا تقريبا هذه 10 سنين شاركتي في واحد البرنامج اللي هو كان الانتاج ديال ام بي سي جروب، وكان كيدوز على وناسا اللي هي تابعه ام بي سي، وكنتي فيناليست، وكانوا الناس تما في ديك الوقت كانوا كيمجدوا بك وكيهضروا عليك بواحد الطريقه اللي هي مزيانه بزاف، وبقيتي فيناليست، ما ديتيش اللقب ماشي مشكل. مي ملي تسال البرنامج سنيتي مع ام بي سي او لا مع بلاتينيوم ريكوردز اللي هي كتعمل الانتاج الفني ام بي سي، ولكن من بعد ديك الناس ما التزموش بديك العقد. صح، هضرنا على هذه النقطه هذه، وما كرهتش تكون صريح معنا وتقولنا السبب الرئيسي. وصراحة ما كاينش شي سبب رئيسي، حيت لو كان كاين كنت عرفته. هي استراتيجية ديال القناة مع شركة. ما عنديش زعما نقول لك سببها هو فين وفين، هما كاين مجموعة أسباب والضحية كنت أنا. هو معتز، ما كانش واحد الفنان مغربي اللي هو بحال نقولوا خدم شغل معتز و لا. احنا دائما
كان انا زعما انا ما كنهضرش على حنا، انا دائما كنقول على راسي الكفاءه كتوصل، هذا هو كان الاعتقاد ديالي، وكنت كنقول باللي الخدمه وحيت عندك صوت مزيان وعندك موهبه وعندك حضور فغادي توصل غادي توصل، ما كنتش كنعرف باللي كاينين هاد الخبايا كاينين مخبيين، فهمتي؟ ما كنتش عارف باللي كاين تراكتورات كيحفروا وكاين الناس بالبالا والبيكو خدامين، لان انا كنطلق من راسي دائما، كتشوف الناس ولا المجتمع اللي كتعاشرهم انطلاقا من راسك، كتشوف ملي كيف ما كتشوفهم كتشوف بحال اللي كتشوف راسك في المرايه، فانا كنت غلط في هذه المساله بحال هذه، مي هذيك فتره ما نقدرش نقول لك دازت عليا سهله، مي دازت عليا بواحد النتائج اللي مزيانه بزاف، نقدر نقول لك باللي انا لو ما كنتش هذيك الفتره ما كنتش نقدر نكون اليوم انا معتز كنحارب باش نحقق الحلم ديالي اللي كنت شحال هذه كنحلم. لو كان ما جاتنيش ظروف صعيبه في الاول وان الشركه ماشي غنقولوا تخلت عليا، هي كاين شي حوايج اللي وقعوا، يقدر يكون فناني مجموعه فنانين يقدر يكونوا بعض المرات شي واحد كيخاف انك تدوس حداه، كيخاف انك مثلا تكون معاه، كيخاف انك تقارن به، فهذا الشيء هذا ما كنتش انا كنعرف وكنت على نيتي وماشي سابه لا، ولكن كنقول باللي ما كانش مكتب، صافي وصل واحد الوقت اللي ما كانش مكتب باش انا نقدر ننطلق من راسي وننطلق من المجهودات ديالي ومن موراها بالضبط مورا العقد ديالي مع الشركه اللي كانت مع البرنامج. اول حاجه عملت ماشي عويده، هنا ماشي عويده عملتها ولقيت واحد النجاح اللي كبير في واحد الوقت اللي ما كانش اليوتيوب بهذا الشكل وما كانش كاين السوشيال ميديا وما كانش كاين الواتساب، يعني الناس كانت كتصيفطها بالبلوتوث، يعني كنعقل اول حفله غنيت ماشي عويده لايف في 2010 اجبرت الناس كتغني معايا بواحد الشكل كبير، وانا ملي سالت الاغنيه سقسيتهم قلت لهم فين سمعتوا الاغنيه منين عرفتوها؟ بعد جاوبوا لي قالوا لي انا دائما كنهضر مع الناس فوق المسرح، قالوا لي كنصيفطوها في بلوتوث. بس ربي ملي كيبغي يحقق لك شي حاجه كيحققها، ولكن باش بالمجهود وبالاصرار، اما حتى الا كان شي حد زعما غادي يوقف لك في الطريق، انا عرفتك شنو خصك اللي خصك توصل، انا ما غنوصلش معاك لديك المرحله لان اللهم اني صائم. كنقول بلي حتى ويلا شي حد كان كيفكر انه يقطع لك رزقك او يعرق لك المسيره ديالك، الا كان عندك وكانت عندك موهبه يمكن توصل مع الطلاء، ولكن توصل كاينه. هاد السيد هذا ولد الناس بزاف وما كيقولش كلمه العيب. كاين ناس اللي حربوه كانوا سبب باش انه ما يبداش المسيره ديالو بواحد الطريقه اللي هي احترافيه في المشرق، ولكن هو عمره ما هضر على هاد النقطه وعمره ما جبد الاسماء، وتا دابا ما بغاش يجبد الاسماء، دونك راه هو ولد الناس. ولكن معتز انت واخا كونيكسيون فقصتنا اليوم انا ومعتز فريمون. كنت كنقول معتز زعما واخا من بعد هادشي كامل رجعتي للمغرب وبديتي واحد المسيره اللي هي فريمون مشرفه، عملتي بزاف الاعمال، عملتي بزاف الاغاني، غنيتي بزاف ديال المهرجانات، شاركتي في موازين، و فريمون انا لحد الان باقي كنسمع الاغاني ديالك، وان نرجع لهذيك الاغنيه اللي هضرتي عليها ديال هادي ماشي عويدك، واحد الاغنيه اللي فريمون رائعه، واللي انا كنظن الوقت اللي خرجت كانوا الناس باقي ما مهتمينش بزاف يعني بالاغنيه المغربيه بحال دابا، دونك هادوك الاغاني اللي قدامينا معتز ما كتفكرش انك تعاود تطلعهم بواحد لارونجمون اللي هو جديد، بواحد الطريقه اللي هي جديده؟ هي بعض المرات الحاجه كتبقى مرتبطه عند الناس في الذاكره ديالهم بالصيغه ديالها الاول، ملي كتجدد فيها يا اما كتفقد هذاك الطعم اللي نزلت به اول مره، يا اما كتبدل في الودن الناس. دابا
ماشي عوايدك نزلت واحد الروح اللي انا قلت لك من بعد شنو غنعملوا من بعد شركه ما كاين لا انتاج لا والو من بعد كذا من بعد كذا يعني خرجت واحد الاغنيه خرجت واحد الطاقه غريبه سجلت واحد الطاقه غريبه كانت في شكل يعني انا دابا ماشي هو هذاك معتز اللي غناها في ذاك الوقت يمكن من حيث الاداء والغناء ممكن غنيها بحاله ولا ولكن نفس الاحساس وبنفس الطريقه هنا يمكن غيختلف والناس تقدر يمكن تقبل يمكن لا مي انا كنشوف باللي انا واخا فاتت عليا دابا لحد الان 9 سنين ولا 10 سنين داخلين فيها ولكن باقي الناس كيتذكروا هذا دليل كيف ما قلتي ان هي اغنيه واخا نزلت واحد الوقت اللي كان باقي ما كاينش الموجه الاغنيه المغربيه بهذا الشكل هذا ولكن الحمد لله الواحد قدر يعمل شي حاجه هكذا بهذا النوع هذا انه يخلي واحد الحاجه راسخه وخصوصا ملي كتكون متعلقه بذكريات مع ناس انا كنشوف ناس كيعلقوا على الاغنيه ما كانوا كيقراو في المدرسه فلان فلانيه ملي كانوا كيتلاقاو في البلاصه فلان فلانيه كانوا كيسمعوا الاغنيه فلان فلانيه هذا معناته انك دخلتي مع الناس في الذكريات ديالهم وهذا اعظم حاجه ممكن تحققها يعني ماشي واحد حاجه مرورا كرام دازت الحاجه اللي مزيانه فيها وانا فرحان بها هو ملي كيسمع شي واحد دابا وما كانش عارف انها نزلت من قبل كيقول كيتفاجأ فهمتي يعني كتجيها شي حاجه في شكل هذا هو زعما هذا بالنسبه لي انا هذا ربح كبير على اني نعاودها ونزلها بصيغه جديده هذا ربح كبير طبيعه الحال احنا باقي شباب زعما ماشي كبارين مي الا جينا نقارنوا غير هذه خان يا شباب انضموا وخالد يضحك دمه لا علاش سبقت هاد لابارتي هادي حيت الى رجعنا باللور ايوا هادي واحد 5 سنين 4 سنين 6 سنين راه كان باش تعمل لا بروموسيون ديال شي غنيه اولا ديال شي عمل كان الامر صعيب كانوا لي غاديو بريفي ما كانوش البرامج اللي فريمون فنيه ما في دوزيام كان اجيال وبتتخ في الاولى كان شي برنامج فهمتي اليوتيوب كانوا الناس باقي ما كيعرفوش الكونسيبت ديال اليوتيوب بزاف دونك لا بروموسيون كانت فريمون صعيبه ماشي بحال دابا الامر ساهل شويه صحيح لا كان خصك ضروري الابداع انت مجبر انك تعمل شي حاجه واعره ولا مختلفه باش تقدر توصل للناس من خلال منتوج فني ماشي بحال دابا تقدر تعمل حاجه معتدله يعني نورمال تسباس تقدر تعمل بروموسيون مزيانه وتنجح هذا هو الفرق اللي فرق ما بين المده هذه وعلى فكره ملي نزلت ماشي عويده كان عندي 10 سنين زيدوا عليها 10 سنين دابا صافي ما حتاش يبقاو نسقسيو على الشباب ولا المهم الناس ما عرفتش بلي انا غنيت وانا باقي صغير ابتدائي صافي هاتوما عرفتوا السن ديال معتز شو الهضره معك ما نسخاش بها الهضره معك حلوه كما انت الكونسيبت اللي عامل نبغي باش نختموا هاد لا فيديو شنو تبغي تقول الجمهور ديالك ولا الناس اللي كيشوفوا هاد لا فيديو انا بعدا نقول لك برافو عليك خالد على كل شيء اللي كتقدمه واللي مصر انك تقدمه بصوره المزيونه والنقيه هذا اهم حاجه ما في الكونسيبت ديالك ان شاء الله بنجاح وتوفيق ومازال خير قدام ان شاء الله مازال تحقق كل شيء اللي تمنيتيه ان شاء الله يا ربي وانا كنقول للمغاربه والعالم كامل كنقول الله يحفظنا والله يجينا من هذا الوباء اللي احنا فيه ان شاء الله ونعديو هذه المرحله هذه وكنتمنى زعما كنتمنى ان اشي انا بلا فرحه ما كنحسش براسي عايش انا عندي واحد النوع الاحساس اللي نحس براسي اني فرحان باش نحس براسي اني عايش دابا انا عايش ومش عايش نص انا راس خدام والظروف ماشي هي هذيك وهذا ولكن كنحاولوا دائما نبقاو مشبتين بالامل ديالنا في الله وكنتمنى ان شاء الله الشفاء لكل المصابين وكنتمنى الفرح والاستقرار لكل الناس اللي تشافوا ويا ربي يرحم الناس اللي توفوا في هذه الجائحه هذه وان شاء الله من دابا واحد ما عرفش واش شهور ولا سنين نعاودوا هذا الانترفيو هذا ونكونوا رجعنا للحياه ديالنا الطبيعيه لا ان شاء الله
ونكونوا الناس ان شاء الله اكثر انرجي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. معتز شكرا بزاف، وسلم لي على الوالده. الوالده انا ما كنعرفهاش شخصيا، ولكن كنعرفك انت مرضي الوالدين، والغنيه الاخيره كنتي كانت طلعت معك في لا فيديو ونورت لك لا فيديو، وجيتي ما كتبانش معاها صافي من الاخر، ما بانتيش معاها اخي. شكرا بزاف معتز لي زامي، ميرسي بوكو حيت بقيتو حتى الاخر ديال لا فيديو. بروني سوان دو فو، وما تزيدوش علينا اليوم انا ومعتز. انا ها شو انا باقي كنهضر عليها، هي مشات لا كونيكسيون. فريمون لا كونيكسيون فقصتنا اليوم، تلاحظوا بان كاين بزاف ديال لقطات فيهم المونتاج. السبب هو لا كونيكسيون الغزاله اللي عندنا حنا في المغرب. دونك ميرسي بوكو حيت بقيتو حتى الاخر ديال لا فيديو. بروني سوان دو فو، باي باي.